لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. ما هي حقيقة تصريحات إيتو ضد الفيفا؟ وهل رد إنفانتينو وهاجمه؟ ظهرت تصريحات لأسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد هناك صامويل إيتو يهاجم فيفا وأوروبا وإنفانتينو قبل كأس الأمم الإفريقية، فما هي الحقيقة؟ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بتصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو التي هاجم فيها الفيفا وكرة القدم الأوروبية وتحداهم نصرة للقارة السمراء خلال استضافة بلاده لكأس الأمم الإفريقية 2022. صامويل إيتو الذي جال في الملاعب الأوروبية على كاهله مسؤولية كبيرة في هذه الأثناء لاستضافة الكاميرون المونديال الإفريقي، والذي يأتي في وقت تفشي فيروس كورونا في العالم ومعاناة الجميع من هذا الوباء ومتحوره أوميكرون. الأندية الأوروبية كانت غاضبة بوضوح من إقامة كأس الأمم الإفريقية في يناير منتصف الموسم، وبعضها أرجع الغضب لتفشي كورونا وحاول الفيفا التأجيل، لكن إيتو كان من أهم من وقفوا في وجه هذا المقترح بكل السبل. لكن ما هي حقيقة التصريحات الأخيرة التي قيل أنها خرجت من إيتو ضد فيفا والعالم؟ المنتشر أن إيتو قال أن المنصة الشرفية للملعب الذي سيستقبل افتتاحية كأس الأمم الإفريقية لن يتضمن سوى أساطير القارة السمراء فقط، وذهب الأسطورة الكاميرونية للهجوم على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالقول أنه لن يجلس في الأعلى، وأسطورة إفريقيا والكاميرون روجي ميلا في الأسفل. هذا إلى جانب ما زعم عن مطالبته بزيادة عدد المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم مستقبلا والمساواة التامة بقارة أوروبا. يضاف إلى ذلك ما قيل أن إنفانتينو أعرب عن أسفه من هذه التصريحات، بل وخرج وأكد استحالة المساواة بين إفريقيا وأوروبا في المقاعد بالمونديال نظرا لاختلاف المستوى في كرة القدم بين القارتين. لا يوجد أي مصدر لتصريحات إيتو حول المنصة الشرفية لافتتاح كأس الأمم الإفريقية والهجوم على الفيفا وإنفانتينو بهذا الحد. انتشرت هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس إلا، ولا يوجد أي مصدر لحديث إيتو بهذه الكلمات والأسلوب ضد الفيفا وأوروبا. ما حدث من إيتو أنه تحدث مع شبكة ذا أتلتيك في حوار مطول وحاول تعظيم قارة إفريقيا دون الهجوم على أوروبا أو الفيفا. إيتو قال: الفوز بكأس العالم بالنسبة لي ليس مستحيلا، لقد فزت بدور أبطال أوروبا كثيرا واعتبرت من أفضل لاعبي جيل عظيم كالذي كنت فيه. كما أضاف: إذا نجح الآخرون في فعلها فلماذا لا أستطيع؟ لا أرى أن المنتخبات الإفريقية لا تستطيع الفوز بكأس العالم، إنه أمر من أسهل الأمور، إنه عدد محدود من المباريات، لماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك؟ كما طالب إيتو بتنمية قارة إفريقيا من خلال الجهد الجماعي لدول القارة، فقال: إن لم نفعلها لأنفسنا فلن يفعلها أحد لنا أبدا. وفي النهاية استشهد بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبير أومنيانج باعتبارهم من هداف الدوري الإنجليزي للتأكيد على أن مواهب إفريقيا تفوق أوروبا. كذلك الأمر بالنسبة لتصريحات إنفانتينو ضد إيتو، لا يوجد أي مصدر حقيقي لها، لذلك تصريحات إيتو المنتشرة غير صحيحة. وإنفانتينو لم يرد عليه أيضا ويقول أنه فشل في التفاهم معه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.